السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كنتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم من جديد في قناتكم مطبخ الأصدقاء. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم وصفتي الخاصة في تحضير الخبز بالزيتون والزعتر والجبن. هذا الخبز عجيب، يمكن يتكال وحده، خفيف متقب من داخل ومقرمش من الفوق، والريحة اللي كتفوح منه يا سلام. غادي نشوفوا المكونات وطريقه التحضير. عندنا 250 غرام ديال دقيق عادي، 60 غرام دقيق القمح الكامل، 210 غرام ماء دافئ، زيتون اسود اما مسوس او مالح، سكر ثقيل، معلقه كبيره زيت الزيتون، معلقه كبيره زعتر، معلقه كبيره مسحوق الحليب، 4 غرام ديال الخميره مجففه او 10 غرام خميره طريه، وعندنا كذلك 50 غرام ديال الجبن مفروم. على بركه الله كنصبوا الخميره المجففه في الماء الدافئ، كنخلطوها وكنخليوها ترتاح واحد 5 ديال الدقائق. من بعد كنصبوا زيت الزيتون في الخليط وكنصبوا الكل في العجان الكهربائي، كنضيفوا الدقيق العادي ثم الدقيق القمح الكامل، الملح، السكر، مسحوق الحليب، وكنخليو الكون كيتعجن حتى كيتخلط مزيان. نقدروا نخدموا حتى باليد، غير هو العجين كيتلصق وكيكون خفيف، فمن الافضل نخدموه في العجان الكهربائي. ولا ما كانش موجود كنخدموا بشي حاجه، يعني شي لوحه ولا اي حاجه، ولا معلقه ديال اللوح كنخدموا بها. غير كيتخلط لينا العجين كنضيفوا الزعتر. انا كنشريه ديجا موجود مغسول ونقي، تقدروا تعملوا اي زعتر، ومن الافضل الا كان طري كان افضل. هذا الخبز هذا راه ما كيبغيش يتعرك بكثره، واحد العجان خدام. كنضيفوا الزيتون الاسود، اللي كيما قلت لكم الزيتون الاسود الا كان عندنا مسوس راه كنضيفوا الملح، الا كان عندنا مالح ما كنعملوش الملحه باش ما كيجيناش الخبز مالح، وبالاضافه اننا غادي نزيدوا الجبن اللي حتى هو مالح. الان وجد لينا العجين، غادي نوضعوه في واحد لاباسين ولا اي صحن مرشوش بالدقيق. كي كتشوفوا معايا راه العجين كيكون خفيف وكيتلصق، كنرشوا شويه الدقيق من الفوق وكنغطيوه بمنديل او فيلم غذائي، كنثقبوه شويه من الفوق باش كيتنفس، وكنخليوه يرتاح لينا واحد الساعه في مكان دافئ. من بعد مرور ساعه من الراحه كنضيفوا ليه الجبن. بالنسبه للجبن كتزيدوا اللي بغيتوا على حسب الاختيار، انا زدت 50 غرام، زيدوا قل او اكثر كما بغيتوا على حسب الرغبه. كنبداو نزيدوا شويه بشويه، وكنبقاو يعني كنحاولوا نخليو دوك الفقاعات، وما كنديغازيوش العجين، ما كنحيدوش منه الغاز، كنخليو فيها داك الفقاعات، وكنبقى ندخل الجبن في العجين. كنعاودوا نغطيه مره اخرى وكنخليه يرتاح 40 دقيقه في مكان دافئ. هاد الخبز كيجي غزال عجيب، فريمون عجيب. كيتكال وحدو او مع هاد الشتا والبرد كندير واحد البريريت ديال اتاي ولا حتى البيصاره، يا سلام. من بعد مرور الوقت الكافي كما كتشوفوا معايا راه كيخمر وكيتنفخ، كنعاود نجمع العجين بلا ما كنزلو ولا نحيد منه الكاس كما قلت لكم، ولا نحيد منه دوك الفقاعات، هكا كنبقاو نجمعوه كما كتشوفوا معايا. هذوك الفقاعات هما اللي كيخليوني انا داك الخبز فيه متقب من الداخل. وكنعاودو نغطيوه للمره الثالثه وكنخليوه يرتاح، عاود واحد 40 دقيقه ضروري من هاد المراحل. هاد الخبز راه كيبغي الوقت والخاطر، وما تندموش عليه، كيتكلف نهارو. من بعد مرور 40 دقيقه كنرشوا شويه ديال الدقيق فوق سطح العمل ولا طابله ولا اي حاجه كنخدموا فوق منها، وكنبدا نقطع بهذا القطاع 6 ديال القطع متساويه تقريبا. نقدروا نستعملوا الميزان باش يجيو يعني مضبوطين، او تابعينينا.
غادي نبداو نقطعوا بهذا القطع، وقبل ما كنبداو نقطعوا كندهنوا يدينا بشويه ديال الزيت بلديه، زيت الزيتون، وكندهنوا حتى داك القطع بشويه ديال الزيت حيت كيتلصق لينا العجين، كيكون العجين كيكون خفيف. وكنبداو نشكلوا حرابيل صغيره. من طبيعه الحال تقدروا تدوبلوا المكونات او تريبليوها على حسب الرغبه. سبيسيال كيتباع بأثمان باهظة بالمقارنة مع ثمن المكونات اللي فيه، وممكن نحضروه بسهولة في البيت بدون محسن ولا مواد حافظة، فقط الوقت الراحة الأساسي هو اللي كان يعني كيطلب لنا شوية الوقت. كنوضعوا الحرابيل في الطاوة متباعدين شوية، ملي كتستفوهم في الطاوة كنرشوهم بشويه ديال الدقيق بالصفايه، كنرشو عليهم الدقيق، كنكثروا شويه، من بعد كنغطيوهم وكنخليوهم كيرتاحوا واحد 20 حتى 30 دقيقه. ملي كتبقى لينا ديك 10 دقائق على الراحه كنشعلوا الفرن، نسخنوه على 250 درجه، يعني اكثر درجه عندنا في الفرن كنسخنوه، نخليوه يسخن مزيان مزيان. غير كيخمر لينا الخبز، قسموا شويه من الوسط، او كتقدروا ديروا ثلاثه ديال بسكين ماضي او الكوتاف، كتبقاو ترشموه كيما بغيتوا على حسب الرغبه. ومن بعد غادي ناخذ، باش كيجينا مقرمش من الفوق، كناخذ واحد الصحن كنعمرو فيه الماء سخون مزيان، وكنحلو الفرن بسرعه، كنحطو داك الباسين وكنوضعو الخبز ديالنا في الفرن وكنسدو عليه، ومن بعد كنهبطو الحراره ل 220، كنخليوه يطيب من 20 دقيقة حتى 30 دقيقة، مهم على حسب الفرن، حتى كنشوفو كيبدأ يتحمر لينا من الفوق راه كنخرجوه. ومعايا الخبز راه مقرمش من الفوق بحال المحلات، الوسط متقب خفيف، وعاد أنا راني قطعته مازال سخون، يعني ملي كيكون بارد راه كيبانو دوك التقابي ديالو، كيبانو مزيان وكيكون خفيف أكثر، والرائحة اللي كتفوح منه يا سلام، فغيمون كتشهي، يتكال وحده. تقدروا تحتفظوا به في المجمد الى بقى لكم. كنتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا، فما تنسونيش بالاعجاب فضلا وليس امرا، والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والى اللقاء مع وصفة اخرى ان شاء الله.